معانا إلهام النور. إلهام النور من عبر، مرحب. ألو. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. رمضان كريم. الله أكرم. بدل أزعل الشيخ، أنا بقول لأمي وأبوي بأساميهم. تقول لهم شو؟ يوم يعني نادي أبوها باسمه، يعني ما بيقول لها يا أبوي. أي صحيح. كويس. قلت يوم، قلت يوم، قلت لها أنا قلت عاهدت ربي إني تاني ما أقول بأساميهم، أقول أمي وأبوي. سامح. وما من الشيخ، ما الشيخ العام غلبني أواصل. كويس. والسؤال الثاني. أي. عندي أخوي هو ضابط في الجيش، كان في الخلا الليلة. أي. في ضرب نار. أي. وجت عبان شديد، يعني غلبه يا واصل، هو ما فطر لسه، لكن يعني تعبان شديد، راقب في السرير. أيوة. برضه السؤال يعني. كويس كويس. طيب. أي. نقول لي بنتنا هي بنتها طبعا بتنادي أبوها باسمه، أمها باسمه، ودي كثير من الأولاد كده. لكن الخطأ من الأب والأم. ليه؟ لأن من الولادات الصغار والبنيات الصغار بيرخوا ليهم الزول كبرك لأمه باسمه، أبوه باسمه، الحكاية تأصلت. الزول لما يكبر ما بيقدر ينادي أمه، بيرجع تاني يقول لها بابا ماما أو يا والد يا والدة، تبقى شوية تقيلة واللسان برضو يفلت. ربنا غفور رحيم. هذا الخطأ من الأم والأب، كان من الصغار يعلم ولده لما ينادي أمه باسمه يقول له لا قول ماما، ينادي أبوه باسمه يقول له لا قول بابا. الحكاية دي تأثرت لما يعجز. أنا عمري كان 60 سنة، أمي حي، كنت بكوريك لها يو يا أمي. أي بالطريقة دي الناس هي بابا وماما، دي حديثة ذاتها. بابا وماما دي حديث. أي. ذل هنا يبقى نقول لي بنتنا ناديت أبوك باسمه باسمه، ما في حرج، ما في مانع، لأنك دعوت عليه كده من أنت صغيري، وبعدك أنت قمت عاهدت، قلت عاهدت ربك أني تاني ما تنادي أمك باسمه وغلبك. يبقى استغفري، أطعمي لك 10 مساكين، ما عندك حق الإطعام، صومي 3 يوم وخلاص، تنادي أمك ما دام هم قبلانين، تناديهم باسمهم، ناديهم، لا حرج عليك إن شاء الله.